خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد على أن اتباع القيم والتعاليم النبوية هما السبيل الوحيد لنجاح الجهد والتوفيق في العمل. 100 قتيل على الأقل في حريق بقاعة مناسبات شمال العراق. موسكو تؤكد أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف لن تؤثر على نتيجة الحرب. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي على أن سيرة حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حافلة بالقيم والعبر والمنهج والسبيل الوحيد لنجاح الجهود والتوفيق في العمل. خلال ذلك كان في كلمته خلال الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة بطريق صلاح سالم. إن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم، يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله. وأوضح الرئيس في كلمته أن في سيرة النبي قيما مجردة عابرة للزمان والمكان، من بينها الثبات على الحق والإيمان خاصة في الأوقات الصعبة. إن في سيرة حياة النبي الرحمة والهدى قيما مجردة عابرة للزمان والمكان، لعل من بينها الثبات على الحق وعلى الإيمان خاصة في الأوقات الصعبة. فكم من اختبارات قاسية تعين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجتيازها، وكم من محن وشدائد هائلة تعرض لها النبي الكريم وتعرضت لها الرسالة المحمدية، وكم كان الثبات في وجه تلك العواصف الهوجاء عظيما وشامخا. وأشار الرئيس السيسي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي هذا العام تتزامن مع مرور العالم بظروف دقيقة تعيد للأذهان أجواء من القلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، مشيرا في هذا الصدد إلى الآثار السلبية العديدة التي تسبب فيها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات دول العالم. يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما أعقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي. وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف
غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته. قد أثبرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. وخلال كلمته أثنى الرئيس السيسي على كلمة شيخ الأزهر، وأكد تقديره لكافة المعاني الشاملة العميقة بالكلمة، والتي أكدت على أن اتباع منهج الرسول ومساره الأخلاقي هو الدافع للنجاح. وخلونا هنا أسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام، أحسنتم أحسنتم. صحيح أحسنتم فضيلة الإمام في كلمتك الشاملة الطيبة العميقة. ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار، وأنا بقول أشرار لأن أنا أنأى بنفسي على أن أنا لا يمكن في أمة تطلع لقدام. وأشار الرئيس السيسي أن المنهج المتبع لإدارة الدولة هو الاستقامة والأمانة، محذرا من دعوات التشكيك والهدم وإشاعة الفرقة والكذب وتأثيرها على الروح الوطنية. أنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين، ما فيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا، والله هذا الأمر ليس من سنن الله أبدا. كان بس مهم أقول لكم كده لكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم، احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار. كان الرئيس السيسي قد تقدم في كلمته بالتهنئة إلى الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على الإنسانية جمعا. خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأسرها. وأكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن بعثة الأنبياء وتعاليمهم ضرورة لازمة لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة. جاء ذلك في كلمته أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. كثيرا ما يتساءل الناس عن الفائدة من بعثة الأنبياء ونبواتهم، وهل هي أمر ضروري لا مفر منه لضبط حياة الناس على منهج الحق والخير والعدل، أو هو أمر ثانوي يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات؟
والإجابة فيما يقول العلماء هي أن النبوة وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة. وشدد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على أن الرسالة المحمدية تنفرد بأنها رسالة عامة للناس تتخطى حدود الزمان والمكان، كما أكد أن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة وأن نبيها آخر الأنبياء وأنه تلا على الناس ما أنزله الله عليه. أن الرسالة التي نحتفل اليوم بذكرى مولد صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تنفرد عن باقي الرسالات السابقة بأمرين: الأمر الأول أنها رسالة عامة للناس جمعاء تتخطى حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأمر الثاني أن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة وأن نبيها هو آخر الأنبياء وأنه قد تلا على الناس ما أنزله الله عليه في هذا الشأن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأشار شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أنه لا يمكن ضبط التدافع الاجتماعي والاختلاف وإزالة أركانهما إلا بقانون علوي حاكم يحقق لهم الطمأنينة وحفظ الحقوق. وهذا الخلاف أو هذا التدافع الاجتماعي لا يمكن ضبطه ولا إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الطمأنينة والرضا والسعادة. وتاريخ البشرية يؤكد كل هذه المقدمات، فلم يعرف هذا التاريخ إنسانا واحدا ولد وحيدا وعاش وحيدا، أو لم يدخل في علاقة مع غيره من الناس، ولم يسجل التاريخ مجتمعا من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع. وأوضح شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أنه لا يمكن أن تقوم العلوم والفنون والتطور الحضاري إلا من خلال قوانين النبوة وتعاليم الأنبياء. ألا يمكن أن تقوم العلوم والفنون والرقي الحضاري مقام النبوة ويقوم الفلاسفة والمفكرون والمصلحون والسياسيون مقام الأنبياء والرسل في صياغة قانون من خارج صندوق النبوة يحمي البشرية من الحروب والكوارث والفقر والقهر والظلم ويغنيها عن قوانين النبوة وتعاليم الأنبياء. ونقول في إجابة هذا السؤال إن الشواهد والأمارات التي صاحبت ضوالع هذا القرن 21 تدلنا على أن القانون البشري لم يستطع أن يوفر للناس حياة طيبة. وأوضح أيضا أن النبوة من أعظم نعم الله التي أنزلها على عباده، وهي من باب اللطف الإلهي بالإنسان. والنبوة هي من أعظم نعم الله التي أنزلها على عباده وأهمها على الإطلاق، وهي من باب اللطف الإلهي بالإنسان. وإذا كان فريق من علماء المعقول في الإسلام يذهبون إلى أن النبوة هي من الجائزات على الله تعالى تجاه عباده وليست واجبة عليه، فإن فريقا منهم يذهبون إلى القول بوجوبها على الله تعالى لما فيها من مصلحة الإنسان ومنفعته، ليس فقط على هذا الخط القصير خط الحياة الدنيا، وإنما على خط لا نهائي يسعد فيه الإنسان أو يشقى. وقد هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي، كما هنأ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرا الإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة الرئيس السيسي في مختلف المجالات.
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يسرني أن أهنئكم سيادة الرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات. وخلال الاحتفالية قام الرئيس السيسي بتكريم بعض الشخصيات الذين أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم تقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي. كما أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي موسوعة الثقافة الإسلامية احتفالا بالمولد النبوي الشريف. وقد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأعرب الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تهنئته للشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، تلك الذكرى العطرة التي تستدعي فيها أو نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها، فكان الرحمة والمهداة وقدوة والمثل. ودعا الرئيس السيسي الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر. هذا وتبادل الرئيس السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله عز وجل أن ينعم على شعوبهم الشقيقة بالتقدم والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته ولمصر بدوام التقدم. أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة العراق الشقيق حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين. تقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في بيان له بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ولمدة 3 أيام عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى. وأسفر الحادث عن 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية. زغاريد تحولت إلى صرخات، ضحكات تحولت إلى دموع، حفل زفاف تحول إلى عزاء بعدما اندلع حريق هائل بقاعة للمناسبات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق. الكارثة التي حلت بمحافظة نينوى تسببت في مقتل وإصابة المئات، وقد تنوعت الإصابات ما بين حروق واختناقات. مشاهد بائسة حصرت مستشفى الحمدانية العام بين سيارات إسعاف تهرع ذهابا وإيابا لنقل المصابين، وتجمع لعشرات الأشخاص أمام المستشفى منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكان جاءوا للتبرع بالدم. وكان المشهد الأصعب للشاحنة التي تكدست فيها أكياس سوداء ووضعت فيها جثث القتلى. استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة، بادئ الأمر
ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وأدى الحريق لانهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة التكلفة. إثر المأساة، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له إنه طلب استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين من جراء هذا الحادث المؤسف. العراق يعاني من عدم الالتزام بتعاليم السلامة والأمان، لا سيما في قطاعي البناء والنقل، كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة. أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا مؤخرا بدبابات أبرامز المتقدمة في إطار المساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن والدول الغربية لكييف لن تؤثر بحال من الأحوال على نتيجة الحرب ولن تغير موازين القوى على أرض المعركة. سوف تلقى مصير المساعدات العسكرية السابقة، هكذا كان الرد الروسي على تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا مؤخرا بدبابات أبرامز المتقدمة في إطار المساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن والدول الغربية لكييف. المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن دبابات أبرامز الأمريكية لن تؤثر بحال من الأحوال على نتيجة الحرب، مضيفا أنه لا يوجد أي نوع من الأسلحة قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى على أرض المعركة. رغم ذلك اعترف بيسكوف بأن دبابات أبرامز ليست بالسلاح الذي يستهان به، لافتا إلى أن الولايات المتحدة من خلال موقفها هذا تتورط بشكل غير مباشر في حرب أوكرانيا. كانت أوكرانيا قد أعلنت تسلم دفعة أولى من دبابات أبرامز المتطورة ضمن التزام الإدارة الأمريكية بتقديم 31 دبابة من هذا الطراز لأوكرانيا، وهذه الدبابات مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب ومضادة للدروع، لكنها أيضا مثيرة للجدل بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان. هذا وتشن أوكرانيا مدعومة بشحنات الأسلحة الغربية هجوما مضادا واسع النطاق في جنوب البلاد وشرقها منذ مطلع يونيو لاستعادة أراض من القوات الروسية. واصطدم الهجوم الأوكراني لفترة طويلة بالخطوط الروسية شديدة التحصيم، وسمح حتى الآن باستعادة عدد قليل من القرى المدمرة فقط، لكن يبدو أنه يشهد تسارعا في الأسابيع الأخيرة. قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا. وتشكل شبه جزيرة القرم خصوصا قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا. بانوراما نيل ما زالت مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. أذربيجان تعلن مقتل 192 من جنودها في الهجوم على ناغورنو كاراباخ. نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد والزميلة شيراز الوفائي، تفضلي شيراز. شكرا لك يا زميلة منى الشايب، والآن مع أهم أخبار المال والأعمال أهلا بكم. وزير البترول يعلن ارتفاع إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة بصعيد مصر.
أكد وزير البترول طارق الملا أن التوسع في مشروعات توصيل واستخدام الغاز الطبيعي في محافظات صعيد مصر خلال السنوات الأخيرة يستهدف توفير مردود جيد للمواطن يلمسه في حياته اليومية وتخفيف الأعباء المالية خاصة، وأن استخدام الغاز في السيارات التي شهد انتشارا في الآونة الأخيرة بالصعيد ومحافظات الجمهورية. وأوضح الوزير خلال اجتماع للجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أن المشروع الرئاسي حياة كريمة ساعد بقوة على زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعي في قرى ونجوع الصعيد لتلبية احتياجات أهالينا من قاطني قرى، حيث ارتفع إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية و8 ألاف منشأة تجارية و174 مصنعاً. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية صدق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية بما يسهم في إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي والهام. وقعت وزارة الزراعة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية خلال عام زراعي كامل للموسم الشتوي 2023-2024 والموسم الصيفي 2024. وقد شهد وزير الزراعة السيد القصير توقيع البروتوكول الذي يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة. أطلقت وزارة الزراعة أكبر منافذ متحركة بالسلع الغذائية ولأول مرة إلى محافظة شمال سيناء بتخفيضات تتجاوز 30% وتصل إلى 70%. وتحتوي المنافذ على هدايا مجانية من حلوى المولد النبوي الشريف وكراتين ومستلزمات الأسر الأولى بالرعاية. تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصري البسيط خاصة بشمال سيناء من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة لضمان توفير حياة كريمة لهم لمواجهة جشع التجار وتقليل الحلقات الوسيطة في ظل الظروف التي يشهد العالم حاليا في مواجهة ارتفاع الأسعار. للسلع الزراعية واللحوم والدواجن والبيض وكل ما يتعلق بالبقوليات وخلافه، يمكن حضراتكم شفتوا دي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فخامة السيد الرئيس وبالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء، وأيضا وفقا لتوجيهات قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات شرق، كان واجب ان احنا علينا لدعم اهالينا في سيناء ان احنا نعمل 2 قافلة، واحدة لقافلة للسلع الزراعية والمنتجات الأساسية اللي كل الشعب المصري بيحتاجها، وأيضا قافلة بيطرية لتدعيم الثروة الحيوانية في شمال سيناء ومحافظة باعتبار أن الثروة الحيوانية تمثل جانب من المشروعات لأهالينا في سيناء. أكثر من 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بتخفيضات تتجاوز 30% وتصل إلى 70%، بالإضافة إلى الهدايا المجانية من حلوى المولد النبوي وكراتين هدايا الرئيس للأسر الأكثر احتياجا من خلال 40 سيارة محملة بتلك المواد. احنا ادينا توجيهاتنا ان هذه السلع كلها تباع بخصم 50% بالكامل، يعني السلع دي هتباع بخصم 50%، واحنا منسقين مع معالي السيد المحافظ هناك، وهيبدأ هو يستقبل هذه القافلة وهيوزعها على القرى والمراكز هناك وفقا لترتيباته واحتياجاته، وايضا القافلة البيطرية هيوزعها على الوحدات البيطرية هناك وعلى اماكن تركز الثروة الحيوانية. وعندنا بجانب القافلة
السلع اللي احنا هنبيعها بتخفيض 50%. عندنا حوالي 4 أو 5 عربيات، دي عبارة عن كراتين، دي هدية سيادة الرئيس لأهالينا في سيناء لبعض القرى الأكثر احتياجا، القرى العايدة في مركز الشيخ زويد، وبالتالي دي هتمثل قرى سلع كراتين مجانية. الكرتونة حوالي 12 إلى 15 كيلو، فيها سلع أكثرها بكليات وفقا لاحتياجات الأسرة وزيوت وخلافه. تسعى وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي الذي يتطلب إتاحة السلع وتحقيق احتياط استراتيجي قوي، وهو ما يتطلب توفر ساعات تخزينية كبيرة مع الالتزام بالأسعار المخفضة. عبارة عن 41 سيارة محملين ب 70 إلى 75 طن من المواد الغذائية، بداية من اللحوم وكل ما يخص الموضوع، أكثر من 70-80 سلعة تقريبا مملوءة بها هذه السيارات. السيارات طبعا زي ما وجه معالي الوزير احنا عم نبيع ب 50% خصما من السعر الأساسي أو السعر المتداول في الأسواق، وبالتالي هنقدر نقدم الدعم الحقيقي لأهل سيناء، مش كلام ولكن بالفعل. قطاع الزراعة من القطاعات الواعدة المؤهلة لقيادة قطاعات أخرى، فمستقبل مصر يعتمد على عمليات الزراعة وكذلك على الصناعات المعتمدة على الزراعة. توفير السلع الغذائية بأسعار أقل مما ثلاثية بالأسواق هتكون تزع وزارة الزراعة لتحقيقه خلال الفترة القادمة لوصول أكبر عدد من المواطنين في كافة المحافظات لمواجهة جشع بعض التجار من ناحية، والتغلب على موجة الغلاء التي تجتاحها العالم حاليا. من وزارة الزراعة سيد زيد النيل. أكد وزير الري هاني سويلم أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته الوزارة في مشروع تعزيز التكيف مع أثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومترا في 5 محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وشدد الوزير خلال زيارة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية على الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، كما أكد حرصه على القيام بمثل هذه الجولات التفقدية للوقوف على مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذه، إضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها. وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نداء عاجلا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء. جاء ذلك في كلمة أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب المخصص لموضوع الأمن الغذائي العربي والتمويل. انطلقت فعاليات اجتماع وزراء الزراعة العرب المخصص لموضوع الأمن الغذائي العربي والتمويل بمقر الجامعة العربية برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وحضور وزراء الزراعة العرب. إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وقد ضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية. بدعوة كريمة من معالي الأمين العام لنتباحث ونتداول ونتشاور حول قضية مصيرية ومحورية تهمنا جميعا، ألا وهي قضية الأمن الغذائي العربي. ونعلم جميعا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
التزام دولي نعمل جميعا لتحقيقه، خاصة الهدف الأول والثاني، خفض الفقر وإزالة الجوع. خلال الاجتماع أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق أكثر قدر من التكامل الزراعي والغذائي العربي وبناء أنظمة عربية زراعية أكثر صمودا واستدامة. يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاديات الدول من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية. لذلك فقد شهد قطاع الزراعة في الدولة المصرية نهضا ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية. جامعة الدول العربية كانت قد أعدت على مدار العقود الماضية عدد من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، كان آخرها ما تضمنته قمة الجزائر 2022 والتي اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محليا. قضايا متعددة على طاولة مناقشات اجتماع وزراء الزراعة العرب، خاصة في ظل التحديات العالمية والتي ألقت بظلالها على الأمن الغذائي العربي، مما يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تلك التحديات. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. انتهت أخبار الاقتصاد، والآن عودة مرة أخرى إلى الزميلة منى الشايب. إليك منى. شكرا شيراز. أعلنت أرمينيا أن أكثر من 47 ألف لاجئ عبروا الحدود في إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية، وكانت أذربيجان قد أعلنت مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على الإقليم الأسبوع الماضي. وقد قامت السلطات الآذرية بفتح الطريق الوحيد المؤدي من المنطقة إلى أرمينيا بعد 4 أيام على موافقة الانفصاليين على إلقاء سلاحهم بموجب بنود اتفاق لوقف إطلاق النار يضع المنطقة المتنازع عليها تحت سلطة باكو. يسعى الآلاف من سكان ناغورنو كاراباخ للفرار من منطقتهم إلى أرمينيا التي أعلنت استقبال أكثر من 28 ألفا منهم، وذلك بعد أسبوع تقريبا على الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز وغالبية سكانها من الأرمن. ورغم الوعد الذي كرره رئيس أذربيجان إلهام عليف بأن حقوق الأرمن في الإقليم ستكون مضمونة، توصل السيارات والتي تقل عائلات وممتلكات طريقها إلى آخر نقطة تفتيش أذربيجانية قبل دخول الأراضي الأرمينية، بينما قال مصدر حكومي أذربيجاني إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا. يأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه نحو 50 شخصا معظمهم من الأطفال، بينما كانوا ينزلون على متن شاحنة كبيرة في قرية على الحدود الأرمينية بعد أن قضوا 2 يوم في الطريق ضمن نزوح جماعي. الاتحاد الأوروبي الذي يجاهد لإيجاد دورا له في الصراع أمام روسيا، يجتمع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ورئيس الأذربيجاني في 5 أكتوبر المقبل في إسبانيا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. أرمينيا وأذربيجان وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان تواجهتا عسكريا في إقليم كاراباخ في الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 1994 وفي خريف العام 2020، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف. بانوراما النيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دار الأوبرا المصرية تنظم احتفالية فنية على المسرح الكبير. إليك منى. شكرا شيراز. عودة إلى الشأن المحلي، وبمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية على المسرح الكبير بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، شارك فيها نجوم فرقة الإنشاد الديني. رسول كريم رؤوف رحيم. احتفالا بذكرى مولد سيد الخلق والرحمة المهداة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا على المسرح الكبير. الرحمة المرسلة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد ببقى سعيد جدا وإن أكون إن ربنا يختارني ويسرني إن أنا أكون مشارك بدار الأوبرا. دار الأوبرا حريصة كل سنة أنها فعلا تحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحظي طيب إن أنا شاركت النهاردة إن شاء الله في الاحتفالية. الواحد بيقول في الحب الحبيب المصطفى من قلبه، فلما بيقول من قلبه فبيظهر على شخصيته وعلى قلبه، فبيبدأ يبقى فيه شكل وموضوع يطلع للناس بشكله حلو، فاللي بتبقى من القلب فبيمس القلب. الحفل الذي قاده المايسترو علاء عبد السلام شارك فيه عدد من نجوم فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا بمجموعة من أجمل الأناشيد والتواشيح الدينية، كما أعرب الجمهور عن سعادته بالحفل. والله حاجة جميلة جدا، أنا أول مرة أجي أحضر حفل هنا في الأوبرا، وحاجة تشرف جدا جدا، وأنا شايف الناس كلها مفروض تيجي الأوبرا هنا. مبسوطة جدا أن أنا موجودة عشان دي أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا، فالتجربة جديدة بالنسبة لي مميزة يعني. دايما جدتي كانت تيجي الأوبرا من وهي صغيرة يعني، وكان دايما تقول لي أجي معاها، بس أنا قلت دي حاجة بتاعت عواجيز وكده، بس أنا النهاردة اكتشفت أن لها الأوبرا دي حاجة تحفة، وفعلا المفروض كل الشباب يروحوا. فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نوارة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الديني. باقة من أروع الأغاني والابتهالات والأناشيد والتواشيح الدينية قدمتها فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، احتفالا بمولد خير الأنام نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام أنتم بخير. علي فتحي، النيل. وختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد على أن اتباع القيم والتعاليم النبوية هما السبيل لنجاح الجهد والتوفيق في العمل. 100 قتيل على الأقل في حريق بقاعة مناسبات شمال العراق. موسكو تؤكد أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف لن تؤثر على نتيجة الحرب. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.